احنا اعوان الصحة الاساسية من صيادلة، ممرضين، فنيين، عملاء، الكل متجندين للحملة هذه. عام كامل صغاري ما همش بحذايا، معناها الحمد لله يا ربي نشوفهم من التراس نعملهم باي باي ونرجع نخدم. فيو اللي خدمتي حساسة شوية معناتها نعمل في التحاليل ومن بعد اون كونتاكت ديريكت مع الكوفيد، تخاف على عائلتك، على امك وبوك، بالطبيعه على عائلتك الكل. دونك انا عام كامل نشوفهم السور، راني نقولهم باي باي ونخرج. احنا عيدنا وقت المواطنين نتاعنا يلقحوا، وقت تتواصل الخدمات في الصحه الاساسيه. كما تعرف الصحه ما تنجمش نشاطها يتوقف. على مدى الشهر ونص تقريبا يوميا العمل، واليوم عيد الشغل، هو بون الاحتفال بعيد الشغل يلزم نخدموا فيه، فهمتني؟ واحنا كيبنا متجنده للتلقيح، معناتها حاطين الاعتبارات الكل على جنب، الاعتبار الوحيد هو العمل وكهو والمساهمه في كونه نسرعوا في عملية التلقيح وبأزيد عدد ممكن من المواطنين. احنا جيش لمقاومة الوباء هذايا، فهمتني؟ والجيش هذايا متجند بصفة معناتها بعزيمة كبيرة. الجيش متاعنا عنده عزيمة كبيرة برشا ويقاوم، وسواء كان المسؤولين عليه كان الناظر العام كان الصيدلانية كان وحتى الأعوان اللي هم يقوموا بعملية التلقيح، ولا يعني معناتها الفريق كامل متجند. Thank you.